السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم ناظرین، دعائے عاشورہ سماعت کرنے سے پہلے دعائے عاشورہ کی فضیلت سماعت فرما لے۔ ناظرین، یہ دعا بڑی مجرب چیز ہے۔ حضرت سیدہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اگر کوئی شخص ماہ محرم الحرام کی 10 تاریخ کو، یعنی کہ یوم عاشورہ کے دن، سورج نکلنے کے بعد سے لے کر سورج ڈوبنے تک اس دعا کو پڑھ لے، یعنی دعائے عاشورہ کو پڑھ لے یا کسی سے پڑھوا کر سن لے، تو اللہ تبارک و تعالی کے فضل سے اس کا 1 سال کا بیمہ ہو جائے گا، یعنی اسے ہرگز موت نہیں آئے گی۔ اور اگر اس کی موت لکھی ہے تو یہ عجیب اتفاق ہوگا کہ وہ اس دعا کو پڑھ نہیں سکے گا یا اسے سننے کی توفیق نصیب نہیں ہوگی۔ محترم ناظرین، لہٰذا اس دعا کو اگر آپ پڑھے تو بہتر ہے، ورنہ توجہ کے ساتھ دل لگا کر اسے سماعت کرے، اور سن لینے کے بعد اس دعا کو اپنے تمام دوست احباب اور رشتہ دار کو بھی شیئر کر دے، تاکہ وہ لوگ بھی اس کو سماعت کر لے اور آپ ثواب جاریہ کے حقدار بن جائے۔ دعائے عاشورہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا قابل توبتی آدم یوم عاشورہ، یا فارج کربی ذنون یوم عاشورہ، یا جامع شملی یعقوب یوم عاشورہ، یا سامع دعوتی موسیٰ و ہارون یوم عاشورہ، یا مغیث ابراہیم من النار یوم عاشورہ، یا رافع ادریس الى السماء یوم عاشورہ، یا مجیب دعوتی صالح فی الناقۃ یوم عاشورہ، یا ناصر سیدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یوم عاشورہ، یا رحمان الدنیا والآخرہ ورحیمہما، صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد، وصلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین، وقضی حاجاتنا فی الدنیا والآخرہ، وأطل عمرنا فی طاعتک ومحبتک ورداک، وأحینا حیاة طیبة، وتوفنا على الإيمان والإسلام، برحمتك يا أرحم الراحمين۔ اللهم بعز الحسن وأخيه وأمه وأمه وأبيه وجده وبنيه، فرج عنا ما نهن فيه۔ سبحان الله ملء الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزينة العرش، لا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه۔ سبحان الله عدد الشفع والوتر وعدد كلمات الله التامات كلها، نسألك السلامة برحمتك يا أرحم الراحمين۔ وهو حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، عدد ذرات الوجود وعدد معلومات الله، والحمد لله رب العالمين۔ سبحان الله ملء الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزينة العرش،
لا ملجا ولا موجا من الله الا اليه سبحان الله عدد الشفع والوتر وعدد كلمات الله التامات كلها نسألك السلامة برحمتك يا أرحم الراحمين وهو حسبنا ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات عدد ذرات الوجود وعدد معلومات الله والحمد لله رب العالمين سبحان الله ملء الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزينة العرش لا ملجا ولا موجا من الله الا اليه سبحان الله عدد الشفع والوتر وعدد كلمات الله التامات كلها نسألك السلامة برحمتك يا أرحم الراحمين وهو حسبنا ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات عدد ذرات الوجود وعدد معلومات الله والحمد لله رب العالمين سبحان الله ملء الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزينة العرش لا ملجا ولا موجا من الله الا اليه سبحان الله عدد الشفع والوتر وعدد كلمات الله التامات كلها نسألك السلامة برحمتك يا أرحم الراحمين وهو حسبنا ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات عدد ذرات الوجود وعدد معلومات الله والحمد لله رب العالمين سبحان الله ملء الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزينة العرش لا ملجا ولا موجا من الله الا اليه سبحان الله عدد الشفع والوتر وعدد كلمات الله التامات كلها نسألك السلامة برحمتك يا أرحم الراحمين وهو حسبنا ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات عدد ذرات الوجود وعدد معلومات الله والحمد لله رب العالمين سبحان الله ملء الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا
وزينة العرش لا ملجا ولا منجا من الله الا اليه سبحان الله عدد الشفع والوتر وعدد كلمات الله التامات كلها نسألك السلامة برحمتك يا أرحم الراحمين وهو حسبنا ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات عدد ذرات الوجود وعدد معلومات الله والحمد لله رب العالمين سبحان الله ملء الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزينة العرش لا ملجا ولا منجا من الله الا اليه سبحان الله عدد الشفع والوتر وعدد كلمات الله التامات كلها نسألك السلامة برحمتك يا أرحم الراحمين وهو حسبنا ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات عدد ذرات الوجود وعدد معلومات الله والحمد لله رب العالمين آمين بجاه النبي الأمين محترم ناظرین اس کے علاوہ ماہ محرم الحرام اور یوم عاشورہ کی فضیلت اور اس میں ادا کرنے کی عبادت کے متعلق کا ایک ویڈیو جس کی لنک آئی بٹن کے اندر بھی میں نے رکھ دی ہے اور ڈسکرپشن باکس میں بھی اس کی لنک میں نے رکھ دی ہے لہٰذا آپ اسے بھی آپ سماعت فرما لیں محترم ناظرین اس ویڈیو کو آپ دل سے لائک کریں اپنے دوست احباب اور رشتہ دار کے ساتھ شیئر کرنا ہرگز نہ بھولے اور کومنٹ کے اندر مجھے اپنی نیک دعاؤں سے ضرور نوازتے جائیے اور اگر چینل پر نئے ہیں تو آپ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر دیں اب مجھے اجازت دیجئے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ